بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده توصيل الهاردوير الخاص بدايرة الهاف أدر. مبدئيا كده احنا عندنا دايرة الهاف أدر هي عبارة عن دايرة اكس اور ومعاها دايرة اند زي ما احنا شايفين كده. فانا عندي دايرة الاكس اور دي الخارج منها بيمثل لي الصم، ودايرة الاند الخارج منها بيمثل لي الكاري، وادي الاتنين انبوت بتوعي اللي هما الاي والبي. بالنسبة للاي والبي همثلهم عندي في الدايرة بحاجتين، السويتش الاول اللي هو بيمثل لي الاي، والسويتش التاني اللي هو بيمثل لي البي. وادي التوصيله بتاعتهم عندي، ادي السويتش الطرف الاولاني متوصل بال5 فولت، متوصل على مقاومه، الطرف بتاع المقاومه متوصل بالارضي، والطرف بتاع السويتش التاني بيتوصل مع الطرف التاني للمقاومه، وهو دوت الاوتبوت بتاعي من دايره السويتش. الاوتبوت من دايره السويتش اللي هي الدايره دي كلها على بعضها بيطلع على دايره الاند. انا واخده هنا على دايره الاند، وبعد كده واخده بكوبري كده يا باشمهندسين على دايره الاكس اور، لان هما الاثنين اوريدي الاي اهوت متوصل على الاكس اور وبرده متوصل على الاند، كذلك البي متوصل على الاكس اور وبرده متوصل على مين؟ على الاند. فانا عندي البي برده اهوت ديت الدايره بتاعته طالعه كده من هنا رايحه على الاند، وبعد كده طالعه بالكوبري اللي هو السلك الاحمر اللي هو ده طالعه بيه على الاكس اور. ده بالنسبه لايه؟ لتوصيله الانبوت. طيب الاوتبوت يا باشمهندسين اللي طالع من هنا اللي هو السم والكاري، انا عايز اشوفه في دايره الهاردوير. فعندك حاجتين، يا اما توصل عليه ليد علشان لما الليد ينور تعرف ان في 5 فولت طلع، يعني لوجيك هاي يعني واحد، ولما الليد يكون مطفي تعرف ان لوجيك زيرو او لوجيك لو او زيرو. طيب احنا كده وصلنا الليد يا باشمهندسين، ومعروف ان الليد بيتوصل من خلال مقاومه. فلو انت خدت بالك كده هتلاقي ان دايره الاند متاخد منها مقاومه اهيت يا باشمهندسين، هي المقاومه ديت متاخد من الاوتبوت اهوت اللي هو النقطه ديت متاخده وطالعه على مقاومه على الليد. بالنسبه للاكس اور نفس الكلام، متاخده الدايره ديت اللي هي الاوتبوت اهيت طالع على مقاومه على الليد. طيب وادي الجهد ال5 فولت بتاعي متوصل عن طريق مين؟ عن طريق الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده. وبالتالي انا لما اجي اضغط على ما اكونش ضاغط على السويتشات، فانا عندي لما ما اكونش ضاغط على السويتشات يعني صفر وصفر، فالمفروض هنا ده صفر وصفر، وفعلا هم كده على الوضع بتاعهم الطبيعي مديني صفر وصفر. طب لو ضغطت على اي واحد من السويتشات، يعني لو ضغطت على البي او ضغطت على الاي، المفروض الاوتبوت هيبقى الصم بواحد والكاري بايه؟ بصفر. نيجي نضغط كده على اي واحد منهم، هنلاقي كده الصم يا باشمهندسين، الصم ده اللي هو خارج الاكسور، وادي خارج الاكسور اللي هي ايه؟ الليد اللي اليمادي ده. فلما اضغط عليه هتلاقي ان الصم هو اللي مدي ايه؟ واحد. لما اضغط على التاني هتلاقي ان الصم هو اللي مدي ايه؟ واحد. طب لو بصينا للجدول تاني وبصينا على الجزء اللي هو واحد وواحد، هنلاقي ان الكاري بتاعي هو اللي بواحد. ده معناه ان انا لما اضغط على السويتشين الكاري هو اللي يبقى بواحد زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين. خدوا بالكم محدش يقول لي ده هو ظهر في الاول ان الصم هو اللي بواحد، لان انا ما ضغطتش الاثنين مع بعض، يعني دايما ما بتجيبش الزرارين مع بعض. لكن في النهايه لما يكون واحد وواحد زي ما انا ضغط كده على السويتشين دلوقتي، هيطلع لي ان الكاري هو اللي بايه؟ اللي بواحد، والصم بزيرو زي ما احنا شايفين كده. وهي دي التوصيله يا باشمهندسين بتاعت الايه؟ بتاعت الاي سيات. تاخد بالك ان الاي سيات لها طرف موجب بيتوصل على 5، وطرف بيتوصل على الارضي اللي هو الطرف رقم تقريبا رقم 7 على ما اتذكر. ده كده بالنسبة لشرح الهاردوير وبالنسبة للتوصيلة بتاعته، وأتمنى إن شاء الله يكون الفيديو واضح ومفهوم. شكرا.